نايم هو داخل البيت بس أنا ما حاسة على أي شيء. حسيت على شيء يحرقني بكل جسمي لحد ما طلعت من غرفتي للصالة، لقيت واحد دا يمشي بس ظهره، فحاولت أصيح ما قدرت لحد ما طلع صوتي، هو هرب يعني. أتمنى أرجع نفس فجنت وحتى أقدر أمارس الحياة وأكمل دراستي. اتصل علينا أعطانا العنوان بس إحنا ما رافضين هذا الشيء، فما تحركنا عليه. بقى أشهر يراسل يدز مخابرات، يدز المريم أريدني يجيكم، تقول لي أنا ما أريد أتزوج عندي التايب، بس يك حاسبته كصديق بس مو كزوج. تدرس معهد فنون الجميلة، حلمها كان تكمل المعهد وتدخل الإعلام، تحب آلة التصوير وهاي الشغلات، وهي الكل تحبها وبالمعهد تتمنى تكمل حياتها بالمعهد، وإن شاء الله ترجع إن شاء الله. أنا كنت ساكنة بمنطقة الشارع فلسطين، بس حاليا لا، غيرت سكني لأن هددونه جوي هم أهل الولد وهددونه، وعندي تصاوير حتى فيديو تسجيل فيديو.